مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. مواجهتنا الاولى النهارده هتكون عن الزياره اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الاردنيه عمان ولقائه بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ولاي مدى جاءت في توقيت مهم للتباحث حول اهم الملفات الثنائيه. هنناقش كمان مكاسب القمه الثلاثيه بين الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وهنتوقف امام القضايا اللي تم مناقشتها من اجل مصلحه العواصم الثلاثة، خصوصا ما يخص تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدخول مرحلة التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاثة. كمان التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لتضافر الجهود لمواجهة التحديات اللي بتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. ضيفي في المواجهة دي هيكون معانا عبر الأقمار الصناعية، وهو السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أما المواجهة الثانية فهتكون قراءة في سيناريوهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي اقترب موعدها. عايزين نعرف أهم استعدادات المعركة الانتخابية إيه، وأهم كمان فرص المرشحين خصوصا ترامب وهو مرشح طبعا عن الحزب الجمهوري في مواجهة جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، ولأي مدى بتنعكس نتائج تلك الانتخابات على القضايا العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وهنتكلم في هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية الكاتبة الصحفية الأستاذة هبة القدسي. لكن الأول هنروح لأهم الأخبار والأحداث النهاردة، ونبدأ أخبارنا بالنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي. شارك الرئيس اليوم بالعاصمة الأردنية عمان في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بعد مباحثات ثنائية بين السيسي والملك عبد الله الثاني. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات. وأكد الرئيس السيسي خلال هذه القمة على استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات لأشقائها في الأردن والعراق، مع أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات اللي بتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. طبعا في المواجهة الأولى هنتكلم بتفاصيل أكتر عن الزيارة دي، ده إلى جانب القمة الثلاثية، لكن دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعند وصول السيد الرئيس لعمان كان في استقباله جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. عقب الوصول أجرى الزعيمان مباحثات حول كافة مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على الحرص المتبادل بين مصر والأردن لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما شهدت القمة لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث تأتي القمة المصرية الأردنية العراقية دليلا على التعاون والترابط بين شعوب الدول الثلاثة، ويبحث خلالها القادة الثلاثة تعزيز العمل العربي المشترك وجهود مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تتضمن الزيارة أيضا إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في مارس من عام 2019، وأتبعته قمة ثانية في نيويورك سبتمبر من عام 2019. وعقب انتهاء فعاليات القمة عاد السيد الرئيس بسلامة الله إلى أرض الوطن. أيضا عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بحضوره لقاء القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بالأردن صباح اليوم. وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعدت باللقاء المثمر الذي عقد اليوم بالأردن الشقيق مع أخي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأخي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، والذي يعبر عن حجم الترابط بين بلادنا الشقيقة ويلبي طموحات شعوبنا في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة المجالات. وأتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على حسن الضيافة والاستقبال. خلونا نروح مع حضراتكم للرقابة الإدارية اللي لا تتوقف الحقيقة جولتها لمحاربة الفساد والفاسدين في كل القطاعات، في تأكيد واضح على عزم الدولة المصرية على تطهير كافة الجهات من الفساد. وفي هذا الشأن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح وآخر باحث قانوني بذات المدينة لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي 500,000 جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير، وهي الشركة المسؤولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة أصول إحدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي، وذلك مقابل قيام المتهمين بعمل من أعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات إصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي إلى عداد دائم. وضبط المتهمان متلبسان بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. نروح لوزارة الداخلية واللي ناشدت المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل الانتهاء من الفترة المحددة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر في هذا التقرير. تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. لذلك تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة. وقد أمهلت وزارة الداخلية قائد المركبات مهلة تنتهي في 20 من شهر أكتوبر القادم لتركيب الملصق، ويمكن تركيبه دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص أو تجديد الترخيص. وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. المواطن بيجي سواء بيجدد بينزله الملصق إجباري
او لو جاي يركب الملصق بيخش على شباك مخصص للستيكر، بيتم دفع الرسوم وبيخرج معاه الشركه المسؤول عن التركيب، بيركب على الازاز وبيتم التفعيل بعد ما بيركب على الازاز. وبعد ما بيلزقه على الازاز بيعيد تاكيد تاني عليه من خارج عشان يتاكد ان الملصق بعد ما اتلزق على الازاز تمام، يعني فعال وشغال. وتيسيراً على المواطنين، تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى 5 مساءً، ولحين الانتهاء من المنظومة، والتي تتضمن أيضاً استبدال اللوحات المعدنية القديمة باللوحات المؤمنة أرقام وحروف. وقد وفرت وحدات المرور كافة الإمكانات اللازمة لذلك، بحيث لا يستغرق وقت تركيب الملصق دقائق معدودة. إجراءات الحمد لله كلها كويسة ومتسهلة، وفي نظام وفي دور وفي كل حاجه كويسه، يعني في سهوله في الاجراءات وفي نظام. لا حاجه كويسه طبعا، يجي لك رساله على الموبايل وانك عملت مخالفه في نفس الوقت، برضو دي حاجه كويسه جدا، وبتعرفها في ساعتها ان بتاعتك وكده. وتتيح المنظومه اليه التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبه امنيا، وحصر اماكن الكثافات المروريه، واختار غرف عمليات ادارات المرور لتتمكن من ارشاد مستخدمي الطرق لافضل المسارات البديله، وذلك من خلال ربط الملصق الالكتروني مع مركز معلومات المرور الكترونيا. الفائده الاساسيه للملصق ان احنا بنوصل للعربيات المطلوبه امنيا والعربيات المنتهيه التراخيص، وبنقدر نحدد عن طريقه الاماكن اللي فيها الكثافات المروريه عن طريق كاميرات MBR، وبنسجل مخالفات الرادار او المخالفات في الطريق استخدام التليفون المحمول، وبتوصل على الموبايل بتاعه في نفس التوقيت. على مالك المركبات سرعة التوجه لوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 20 أكتوبر القادم، وإلا توقفت الخدمات المرورية المقدمة لهم، وحتى يتم تطبيق منظومة المرور الذكية للحفاظ على الأرواح والممتلكات. طيب، احنا معانا على التليفون اللواء مدحت قريتم مساعد وزير الداخليه الاسبق. مساء الخير طبعا للشرطه المتخصصه، اهلا بيك يا فندم. سلام، اهلا بالنور يا فندم. اهلا وسهلا، قولي شايف ازاي اهميه تركيب الملصق الالكتروني على السيارات، وليه وزاره الداخليه حريصه على مناشده المواطنين بسرعه القيام بذلك؟ انت حضرتك طبعا وزاره الداخليه من فتره طويله جدا بتدرس منظومه الكترونيه موحده بحيث تخش في يعني في العصر الحديث اللي هو نظام الانتليجنت سيستم او الاي تي اس. الار اف اي دي او الملصق المرور الالكتروني احد عناصر المنظومه الالكترونيه، وده بقى له سنتين على فكره الداخليه بترتب وزارات المرور الملصق ده، لكن عشان نبتدي البنيه الاساسيه تنتهي تماما ونبتدي نفعل البرامج كلها لابد ان كل الساده المواطنين يتوجهوا. فلذلك هو النداء بيعتبره النداء الاخير للساده المواطنين. قبل كده كان في فرص كثيره جدا وما زالت فرص موجوده. السيد وزير الداخليه موجه بان جميع ادارات المرور تعمل الساعه 5، هناك فرق خاصه يعني خاصه مالهاش دعوه بالموضوع الفحص الفني، شغلتها فقط بس ان هي تنظم العمل علشان تركب الملصق المروري او اللوحات المعدنيه القديمه. اهميته طبعا اهميه كبيره جدا، اهميه امنيه، ان احنا لو اي مركبه بلغت بسرقتها على طول وزاره الداخليه او الاجهزه المتخصصه بتقدر تعرفها. تعرفها ازاي؟ حضرتك زي الملصق بتاعتك مركبه ده، عشان بس في نقطه انا اسف لو طلع عليك نص دقيقه، بعض الناس بتقول ده تتبع، لا مش تتبع، انت محدش، انت الملصق الموجود ده ملصق سايلنت تماما لا ينتج عنه اي شرارة، لكن القوارئ الموجوده على الطرق هي اللي بتقدر تقراها في هذا الوقت. ومجرد عربيه سيادتك بلغت بيها انها سرقت، فورا بتعمل فلاج، اول ما تعدي على القارئ بتعدي بتعمل لها فلاج، توصل غرفة تعليمات الكترونيا بتوزع على جميع السادة الضباط اللي بقى معاهم اجهزه محمول او اجهزه اللابتوب بتاعتهم موجوده معاهم لتحديد الحاجات. الحاجه الثانيه احنا بننظم بيه حركه المرور، اللي سيادتك عارفه ان الجندالي الموجود عليه هذه القوارئ والكاميرات بيبقى موجود في خلال الحراس، فبالتالي بنقدر نعمل عمليه توصيف للمركبات اللي ماشيه في هذا الطريق في هذه اللحظه هذا الوقت. بمعنى لو سيادتك العربيه الملاكي ماشي في الحاره اليسرى تمام، اهلا وسهلا، عربيه النقل لو ماشيه في الحاره اليسرى مخصصه للملاكي بيتم التقاط لها مخالفه. ايضا مخالفات الرادار بيتم التقاطها. والاهم من ذلك حضرتك ان هو ده بيدينا
ارقام المركبات اعدادها وحجمها اللي كانت موجوده في هذا الطريق في هذه اللحظه واسباب الكثافه المروريه واللي من خلالها غرف العمليات بتوصل لها هذه المعلومات الكترونيا على طول بتبلغ الساده المواطنين ايه الاماكن فيها كثافه وازاي يتفادوها. الحاجه الثانيه بتبقى بتدي لدراسات علميه حقيقيه ازاي هذه الكثافات موجوده وازاي ممكن يتم حلها. الاهم من كده حضرتك جميع السيارات الجمركيه اللي بتخش من جميع منافذ الدوله والتي قد تصرخ وقد يرتكب بها بعض الحوادث فبنقدر نعرف اماكنها عن طريق القوارب ايضا وايضا نقدر نعرف انها فعلا خرجت في المواعيد القانونيه ولا لا في اسفل ضبطها. فوائد كثيره جدا للمرسل الالكتروني، المنظومه مصروف عليها كثير جدا، منظومه علميه محترمه، وزاره الداخليه ماشي على قدم وسقف كل دارات المرور انها بتنظم. انت شفت طبعا اداره مرور الجيزه بقى شكلها ايه، اداره مرور القاهره شكلها ايه. فطبعا بالتالي لابد ان المواطنين يساعدوا الوزاره ويساعدوا الوطن كله ان احنا نقدر نعمل هذه المنظومه الالكترونيه المحترمه لصالحه هو اولا وصالح الدوله اخيرا يعني. ممتاز، انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا يا فندم على هذا التوضيح. وخلونا دلوقتي نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع لاستكمال باقي اخبارنا، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد مستمرين في متابعه باقي اخبارنا، ونروح لقنوات الجماعه الارهابيه اللي بتواصل بث سمومها واكاذيبها عمال على بطال. القنوات الاخوانيه التحريضيه تجاهلت دور جامعه الدول العربيه القوي في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه من خلال السخريه من دور الجامعه والهجوم المستمر عليها. وتناست هذه القنوات الارهابيه دور الجامعه العربيه وموقفها الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ورفض اي انتهاكات بيتم ارتكابها ضده. احنا معانا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عز الدين، النائب رئيس تحرير الاهرام وخبير الشؤون العربيه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم ومشاهدي اكسترا نيوز. اهلا وسهلا. يعني طبعا بتسعى قنوات الجماعه الارهابيه بشتى الطرق لتجاهل دور الجامعه العربيه في القضيه الفلسطينيه، ايه الهدف من تمرير هذه الرسائل المشبوهه لقنوات الجماعه؟ وكلمنا عن دور الجامعه العربيه فعلا في دعم القضيه الفلسطينيه لكشف زيف تلك الاذرع الاعلاميه الاخوانيه. الجامعه العربيه مهمتها الاولى القضيه الفلسطينيه. منذ نشاه الجامعه العربيه وهي تسعى لان يكون للفلسطينيون موقف موحد ودولة موحدة وتدافع عن القضية الفلسطينية في كافة الجلسات وبند دائم موجود على أي اجتماع لقمم العربية أو حتى على مستوى وزراء الخارجية. القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، والجامعة العربية هي ممثل العرب، ولكن جماعة الإخوان الإرهابية أو أبواق الإرهاب والفرقة لا ترغب في أن يكون هناك موقف عربي وترغب في تفتيت العرب وعن طريق بث الشائعات ومحاولة الوقيعة بين الأقطار العربية وبين دول طوق وبين كافة الدول العربية عن طريق إجحاف دور الجامعة العربية. الجامعة العربية رفضت أي مبادرة لا تتضمن الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وآخرها ما سمي بصفقة القرن التي رفضتها الجامعة العربية قبل شهور. هذا الأمر يعني أن الجامعة العربية تهتم لأمر الفلسطينيين وأن هناك دعم كبير للجامعة العربية من كافة الدول التي تحرص على أن يكون هناك موقف عادل من القضية الفلسطينية مثل مصر والأردن والإمارات والسعودية وكل الدول العربية، معظم الدول الخليجية باستثناء الإمارة المارقة إمارة الإرهاب قطر. بالطبع الهجوم عندما يحدث هجوما من جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية في سواء في العواصم الغربية أو في تركيا منبع الإرهاب الإقليمي، نعلم وندرك فورا أن هذه الأكاذيب ممنهجة والهدف منها الوقيعة والهدف منها بث روح الفرقة. ولا ننسى أن هناك تمويل يبث إلى هذه القنوات الإرهابية، وبالتالي فإن حدوث عملية للسلام وحتى الصلح بين الفصائل الفلسطينية وأي تقارب بين الفصائل الفلسطينية وبين فتح وبين حماس وبين أي من الفلسطينيين يعني حلا للقضية الفلسطينية، وبالتالي ينتهي الفرقة والإرهاب وأعمال الاستفادة
والابتزاز التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، سواء تخفت تحت عباءة حماس أو تخفت تحت عباءة الإخوان، جماعة التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين، أو حتى التنظيمات الإرهابية الصريحة مثل القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات التي لا هم لها سوى القتل والإرهاب وتفجير وبث روح الفرقة. هذه المرة الهجمة الإعلامية تأتي عن طريق الأزرع الإخوان والكتاب المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعض ممن للأسف يتم الإيقاع بهم ومحاولة تطوير الموقف على أنه تخلي من الجامعة العربية وبعض الدول عن القضية الفلسطينية. يعني هل هجوم قنوات الإخوان على الجامعة العربية ممكن يكون برضو بسبب أن مواقف الجامعة لا تخدم أهداف قطر يا أستاذ محمد؟ بالطبع الجامعة العربية أو معظم، ليست الجامعة العربية، الجامعة العربية هي أداة تنفيذية. إذا ما أقرت الدول العربية أن جماعة الإخوان الإرهابية أو أي نظام يدعم نظام الإخوان الإرهابي أو التنظيمات الإرهابية والمتشددة، فإن القرارات تتخذ في هذا الاتجاه، أي أن الجامعة نفسها، الهجوم على الجامعة العربية يعني الهجوم على كافة الدول العربية أو الهجوم على القرار الموحد للدول العربية، أي أنه طعن في ظهر العرب جميعهم وليس دولة واحدة أو اثنتان أو غيره، هو طعن في الآلية التي تمكن الدول العربية من توصيل صوتها في المحافل الدولية. وبالتالي لأن توحد العرب وحل القضايا المصيرية ومكافحة الإرهاب لا يصب في صالح الإخوان، جماعة الإخوان الإرهابية، وبالتالي فإنها تجد منبرا لشن هجمات إعلامية إرهابية على الدول العربية وعلى الجامعة العربية وبعض الدول التي تتجاهل دور الإخوان وتحاول أن تصور أن الجامعة العربية لا تدافع عن القضية الفلسطينية وتثير السخرية وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبس روح الفرقة والهجوم المستمر، وتنسى المواقف والأدوار والسنوات الطويلة التي ضحت بها الجامعة العربية والدول الأعضاء في الجامعة العربية. تمام، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين، طبعا نائب رئيس تحرير الأهرام، على هذا التحليل. كمان قنوات الجامعة الإرهابية بتسعى بشتى الطرق لاستغلال قضية سد النهضة لمحاولة بث الشائعات حول تلك القضية ومحاولة إيهام الجميع أن مصر ستعاني من العطش وأن الدولة المصرية فرطت في حقها المائي في نهر النيل، لكنها فشلت في ذلك لأن ما تدعيه هو مجرد أكاذيب تؤكد إفلاسها وافتقاد جماعتها وتنظيمها الدولي لأي تأثير على الأرض بعدما اكتشف المصريون مؤامرتها لإخوانة مصر وجعلها تابعة لقوى آخر يعني خلال حكم المرشد. الحقيقة الظاهرة هنا كالشمس أمام المصريين وبصوت وصورة وبشكل متكرر، الحقيقة هو ثبات الموقف المصري وتأكيد القيادة المصرية أنها لن تتخلى عن حقوقها المائية، لأن مياه النيل هو مسألة وجودية وحق تاريخي لا مساس به من أحد مهما كانت التحديات والصعوبات، هو أمر معترف به من كل الدول والمنظمات الأممية وغير الرسمية. معانا على التليفون الدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. دكتور مساء الخير. أهلا بيك. والحقيقة أنه قنوات الإخوان بتشيع الكثير من الأخبار المغلوطة، يعني مثل أن مصر فرطت في حصتها مثلا وحقها من مياه النيل وغيرها من الأكاذيب، إزاي ممكن نرد على هذا الكلام؟ يعني هو الواقع هو اللي بيرد، لانه الاداء المصري في الازمه دي من البدايه كان اداء شفاف وواضح، وكنا طول الوقت يعني الدوله المصريه كانت هي حريصه على اعلام الراي العام المصري والاقليمي والعالمي بكل المستجدات وبكل تطورات المواقف الخاصه بالاطراف الثلاثه. الواقع كمان بياكد انه مصر من 2011 هي كانت بتتفاوض لغرض وحيد وهو الحفاظ على نصيبها قائم طول السنوات الماضية والقرون الماضية في مياه النيل، وعشان كده مصر لا تزال تتحدث بشكل واضح على مبدأ الحقوق التاريخية، وده مبدأ بالنسبة لإثيوبيا هم بيعلنوا ان هم مش حابين يتمسكوا بهذا الامر وشايفين انه بيكرس لتقسيم ظالم، ولكن لا تزال مصر الى الان
شايفة أن هذا المبدأ الذي يقر القانون الدولي من المبادئ المهمة الضامنة للحقوق المصرية في مياه النيل. النقطة الأساسية كمان في هذا الصدد أنه حتى الآن وبالرغم أن احنا بقالنا 10 سنوات نتفاوض تقريبا، لم تسر قضية الحصص لا بالزيادة ولا بالنقصان، ومن ثم التفاوض كله بيدور حوالين موضوعات ثابتة ومتكررة. احنا عارفين ان احنا بنتفاوض بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وبنتكلم على في التفاوض على إجراءات للحد من الأضرار في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وبنتكلم على إيجاد آلية قانونية لفض المنازعات حال نشوبها بين الدول الثلاثة. ده كل ما يدور بشأنه التفاوض إلى الآن. ممتاز. طب يعني من ضمن المحاور أو الأمور اللي بتثيرها الجماعة الإرهابية هي إن التوقيع على إعلان المبادئ كان خطأ أدى لضياع مياه النيل من مصر، تعليقك على هذه الجزئية؟ الأمر ده يعني من المفارقات الشديدة ومن من من النقاط اللي بتجاف في الواقع بشدة، لأنه باستثناء اتفاق 1902 اللي وقعه الإمبراطور الإثيوبي منلك مع الحكومة البريطانية بالنيابة عن مصر والسودان وقتها، لم توقع إثيوبيا على أي اتفاق يخص المياه، مياه النيل أو غيره من الأنهار الدولية اللي يعني بتنبع من إثيوبيا مع أي دولة باستثناء إعلان المبادئ الصادر في 2015. هي دي الوثيقة الوحيدة اللي احنا لا نزال على مائدة التفاوض بالرغم من التعقيدات الكثيرة اللي حصلت إلى الآن، بنسترشد بالمبادئ اللي وردت فيها، وأهمها ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وملزم لكل الأطراف بشأن مياه النيل. طب وإزاي ممكن يكون الرد على القول بأن الوساطات الدولية في سد النهضة كانت تحرك خاطئ وأنه لم يكن لها أي مردود فعلي؟ الأمر على العكس تماما. الوساطة الدولية لما مصر أطلقت الدعوة في سبتمبر 2019 خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحسم هذا الأمر كي لا يتحول إلى تهديد للسلم والأمن الإقليميين، العالم استجاب بنشاط واستجاب باهتمام كبير. كانت يعني أبرز الاستجابات كانت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبها استجابات أخرى إيجابية من روسيا خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى. خلينا نقول أنه كل ما الوقت بيمر كل ما التدخل الدولي لتيسير وتعزيز المسار التفاوضي بيزداد زخما وبيزداد قوة وبيزداد تأثيرا. إحنا حاليا في مرحلة من التفاوض بيشارك فيها أكثر من طرف، بجانب أمريكا في كمان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المكلف رسميا من مجلس الأمن بمباشرة عملية الوساطة وتيسير عملية التفاوض بين الدول الثلاثة. كل التطورات الإيجابية المهمة اللي احنا يعني في انتظار إن شاء الله يوم الجمعة القادم إن يبقى فيه مقترح مجمع هيقدم للاتحاد الأفريقي، كل هذه التطورات اللي حصلت من سبتمبر الماضي هي كانت نتاج كبير للتدخل الدولي الفعال في هذا الأمر. طب وبالنسبة للسيناريوهات يا دكتور المقبلة للمفاوضات حول سد النهضة خلال الفترة اللي جاية، إيه المتوقع؟ المتوقع بشكل عام إنه لا يزال في أشواط مهمة من التفاوض سنخوضها جميعا، ومع التدخل الدولي والحضور الدولي القائم الأمر يفترض إنه يعني يتم حسمه بشكل جيد. عندنا مشكلة هيكلية في عملية التفاوض في الوقت الحالي وهو ما يخص الوضع الداخلي في السودان وإثيوبيا، والكثير من مظاهر التعنت اللي تيجي من الجانب الإثيوبي بالذات هو بيبقى نتيجة عجز الحكومة الحالية عن اتخاذ موقف شجاع بحسم الملف والتوقيع على الاتفاق زي ما حصل في فبراير، الانسحاب في اللحظة الأخيرة من مفاوضات واشنطن. العائق الخاص بالوضع الداخلي في إثيوبيا والسودان يمكن تجاوزه من خلال تقديم المجتمع الدولي دعم كبير زي ما حصل النهاردة في زيارة بومبيو ورئيس وزير الخارجية الأمريكي إلى الخرطوم، واللي كان على هامشها كمان زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الخرطوم، وأكد النهاردة على التزامه بالوصول إلى اتفاق نهائي وملزم. كان مؤشر إيجابي، يعني افتقدنا هذه المؤشرات من إثيوبيا في الفترة الماضية. في النهاية يمكن القول إنه ثبات الموقف المصري في العملية التفاوضية زائد الدعم الدولي الكبير للمسار التفاوضي هو ده بيضمن إنه يعني المفاوضات الشاقة والصعبة اللي احنا خوضنا فيها مسافات وسنخوض لازال بعض المسافات المتبقية ستؤول إلى نتيجة مثمرة إن شاء الله تتمثل في اتفاق نهائي
يخص عملية ملء وتشغيل سد النهضة. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد أمل على التوضيح، شكرا لك. لسه مع شائعات وأكاذيب قنوات الإخوان، حاولت الجماعة الإرهابية تمرير شائعات متنوعة على طريقة العيار اللي ما يصيبش يد وش قعدتهم الإجرامية دائما. ومن تلك الأكاذيب تجاهل الدولة لجيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين. كمان حاولت هذه القنوات استخدام قرار وزارة النقل بجعل قطارات الصعيد تصل إلى محطة بشتيل بدلا من محطة رمسيس وقصر محطة رمسيس على قطارات الوجه البحري، في الزعم بأن الدولة بتستخدم العنصرية ضد أبناء الجنوب من صعيد مصر وأنها لا تريد تواجدهم في العاصمة. مش بس كده، لا ده كمان مسلسل الشائعات وأبواق الجماعة الإرهابية حاولوا بث شائعات عن قانون الإفتاء للوقيعة بين الأزهر والدولة. احنا معانا للرد على هذه الأكاذيب الأستاذة مروة عبد الحليم الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة مروة أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذة ريهام، وأهلا بجمهورنا الكريم. أهلا وسهلا، قولي لي يعني احنا عايزين طبعا رد الأول على هذه الأكاذيب، وخلينا نبدأ بمحاولة الوقيعة ما بين الدولة والجيش الأبيض. إلى أي مدى قدرت الدولة إن هي تفشل هذا المخطط من خلال دعمها المتواصل للأطباء والممرضين؟ في البداية خليني أشير لنقطة مهمة جدا، وهي إن الجماعة منذ وجودها بتعمل ضد مصلحة الدولة والمجتمع، وتقود قنواتها الإعلامية حملة ممنهجة لخلق الفوضى، وده بيتم عبر لجنة إعلامية مخصصة لنشر الأكاذيب والشائعات. بتعد اللجنة دي من أقوى الأذرع داخل الجماعة، بتقوم على إدارة العقلية الجماعية للجماهير خلال الأزمات لخفض الروح المعنوية وبث الإحباط. بالنسبة لأزمة الأطباء وأزمة فيروس كورونا، الجماعة وقنواتها الإرهابية تعاملت مع الفيروس على إنه حصري في مصر فقط، وسعت قنواتها لبث الرعب في نفوس المواطنين والتقليل من جهود الحكومه المصريه في مواجهه الوباء، وزعمت بان الدوله غير قادره على حمايه الفرق الطبيه، وده تم عبر استعراض اعداد الوفيات في صفوف الاطباء، متجاهله ان جميع دول العالم ضربها الوباء وتوفى طبعا اطباء كثيره. كمان سعت الى نشر اعداد مغلوطه عن اعداد الاصابات والوفيات. الامر لم يتوقف كمان عند حد الشائعات، بل امتد الى التهكم على الاجراءات اللي اتخذتها الدوله بغرض اثاره الراي العام وتحريض الاطباء والممرضين على الامتناع عن فحص المصابين. كمان حاولت الجماعه الارهابيه خلق ازمه في داخل المحافظات عبر تجميع السلع والمستلزمات الطبيه من الاسواق لاحداث ازمه وتصوير ان الدوله ضعيفه. ولكن كان ابلغ رد على هذه الشائعات هو حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتشجيع الاطباء، وتاكيده في خطاباته على اهميه دورهم، ووجه بمعامله ضحايا الاطقم الطبيه معامله الشهداء واطلاق اسمائهم على الميادين والكباري والمحاور الجديده. كمان الدوله حققت نجاح كبير في مواجهه الفيروس، وتمكنت من خلال اجراءاتها الوقائيه من التقليل في عدد الاصابات، وده اللي بنشوفه يوميا في البيانات اللي بتصدرها وزاره الصحه. كمان على جانب اخر، كمان وجهت الدوله كافه المؤسسات بتقديم الدعم والمسانده لجيش مصر الابيض، اللي اكد لكل المصريين ان هو فعلا يستحق. ممتاز. طيب كمان الجماعه الارهابيه استاذه مروه، وطبعا العملاء اللي بيعملوا فيها وبيظهروا على شاشاتها، حاولوا اثاره الفتنه ما بين اهالي الصعيد والحكومه بسبب وصول قطارات الصعيد لمحطه بشتيل بدلا من رمسيس. شايفه ازاي المحاوله الخبيثه دي من قبل هذه القنوات، ولاي مدى انه هذا القرار بيعد في الاصل قرار تنظيمي؟ حضرتك يعني هي دي محاولة بائسة من الجماعة ودليل على الإفلاس الفكري. يعني الشائعات على قنوات الإخوان وصفحاتها بتردد إن الدولة بتتعامل مع أهلنا في الصعيد والوجه القبلي كمواطنين درجة تانية، وإن الدولة بتمارس العنصرية ضد أبناء الصعيد ولا تريد تواجدهم في العاصمة زي ما حضرتك أشرت في البداية. ولكن القرار في الأساس هدفه تنظيمي لتطوير منظومة السكك الحديدية. الزحام اللي بتشهده محافظة القاهرة واللي احنا بنعانيه يوميا وخصوصا في منطقة رمسيس، ده يجب التخلص منه عبر البحث عن بدائل. ما ينفعش يكون هناك عندنا محطة واحدة رئيسية في القاهرة بتخدم جميع المحافظات. فتوجه الدولة في الوقت وده اللي الدولة عملته فعلا. وبدأت بمحطة بشتيل، دي هتكون بديل لمحطة مصر وهتكون مخصصة لقطارات الوجه القبلي. طيب المحطة كمان اتفضلي المحطة كمان ايه، لان عايز اسأل. المحطة هيكون فيها مول تجاري وورش ومناطق استثمارية، هيكون فيها فنادق بتخدم اهالينا اللي نازلين من الصعيد للإقامة فيها،
يعني هيكون فيها تعظيم للاستفادة الاقتصادية منها. هاي الشيء لائق طبعا بالمواطن المصري في 2020. طب آخر فعلا. آخر هذه الادعاءات والحماقات أستاذة مروة كمان اللي ارتكبتها القنوات الإخوانية الإرهابية هو محاولة الوقيعة بين الأزهر والدولة بسبب قانون دار الإفتاء، لأي مدى برضو الدولة تعاملت بشكل جيد وأفشلت هذا المخطط وكشفت الحقد والكراهية التاريخية من قبل الجماعة تجاه الأزهر الشريف؟ حضرتك احنا بنمارس سياسه في مجتمع ديمقراطي، اي اختلاف حول قانون ما بيعد ظاهره ايجابيه لخلق، يعني ده يعني هدفه الاساس خلق حاله من الجدل والنقاش حتى يتم التوصل لصيغه توافقيه، وليس كما تصوره قنوات الاخوان بوجود خلاف ما بين الدوله والازهر او ان القانون هيؤثر على الازهر. المناقشه اللي تمت حوالين القانون، قانون دار الافتاء ده، مظهر صحي من مظاهر الحياة النيابية المصرية وبيفتح النقاش المجتمع في مختلف القضايا. البرلمان قام بسحب القانون قبل التصويت النهائي عليه، ودي خطوة أشاد بها الأزهر، وأكد أن مصر يعني دولة بتحترم الدستور وبتعلي من سيادة القانون وبتقدر مؤسساتها الوطنية. وكمان أشاد الأزهر في بيانه بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الأزهر وتقديم كل الدعم له. تمام. محاولات الإخوان للتشويه طبعا يعني لتصوير ان هناك وقيعه بين الأزهر ومؤسسات الدوله هي محاوله فاشله. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه مروه عبد الحليم الباحثه بالمركز الفكري المصري عفوا للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لحضرتك. وخلونا نروح نشوف هذا الفيديوغراف اللي بيوضح وبيكشف لنا لماذا يكره الإخوان شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب. ننطلق لملف آخر وهو الطرق والكباري بمنطقة شرق القاهرة وتحديدا حي مصر الجديدة ومدينة نصر، رغم ما حدث فيها من إنجازات خلال وقت قياسي لم تسلم أيضا من أكاذيب قنوات الإخوان بسبب إفلاسها مهنيا وبضغط من كوادر التنظيم الدولي حتى يستمر التمويل بملايين الدولارات. تعالوا نشوف هذا التقرير. معانا على التليفون الدكتور فتحي شمس الدين أستاذ الإذاعة والتلفزيون وخبير الإعلام الرقمي. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا، قولي إيه اللي توقفت أمامه بعد عرض هذا التقرير في ظل شائعات قنوات الجماعة الإرهابية عن مشكلة المرور خلال تنفيذ بعض المشروعات القومية في مجالي الطرق والكباري؟ بص حضرتك يا فندم، خلينا نتفق في البداية أن النهضة الحقيقية اللي بتشهدها الدولة المصرية عامل نوع من أنواع الغيرة وعدم التصديق ويعني الصدمة الكبيرة لأعداء الدولة المصرية، فهم مش مصدقين حجم الإنجاز الكبير اللي بيتم في الدولة المصرية في غضون سنوات قليلة جدا ما تمش على مدار عقود من الزمن في المراحل السابقة. فالأمر ده أدى إن هم يعملوا على زيادة تشكيك
المواطنين في حجم الإنجازات اللي بتتم في مصر، لأن هي زي ما أشرت لحضرتك هي حجم إنجازات غير مسبوق إن هو يتم في فترة قليلة جدا. حضرتك أنا بعمل تحليل دائم لشبكات التواصل الاجتماعي وأبرز القضايا اللي بتثار عليها بصورة دورية، فلقيت إن من أبرز القضايا اللي مثار عليها الشائعات في الفترة الحالية هو مشروع الكباري والطرق، وخاصة في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر والمناطق المحيطة بها. عايز أقول لحضرتك يا فندم إن كان في مثلا على سبيل المثال إن في كوبري أنشئ في 40 يوم، فالناس كانت عندها صدمة من إن إزاي يبقى في نهضة عمرانية إن كوبري تم إنشاؤه في 40 يوم، فعمدت الجماعة الإرهابية و يعني من يمولها خاصة القنوات التركية والجزيرة في قطر على التشويه من خلال الميليشيات الإلكترونية الخاصة بها هذا الأمر، وانتشرت صورة كبيرة جدا بتشكك في جدوى إنشاء هذا الكوبري تحديدا، على الرغم أن هذه الصورة التي نشرت كانت صورة مفبركة وتم التعديل عليها من خلال برنامج الفوتوشوب لإيهام المواطنين بأن هذا الأمر غير حقيقي. أنا عايز أقول لسيادتك يا فندم وللسادة المشاهدين أن تزييف الحقائق شيء مش جديد على الأنظمة المعادية للدولة المصرية وخاصة النظام التركي، لأن الدولة المصرية يعني سببت لهم نوع من أنواع الصدمة خاصة بعد إفشال مشروعهم في الدولة المصرية بعد 30 يونيو وتعاونهم مع الجماعة الإرهابية اللي للأسف يعني كانت نقطة سوداء في تاريخ مصر في سنة يعني نتمنى أن هي لا تعود مرة أخرى. بس أنا عايز أأكد على حاجة وأتمنى المعلومة دي تصل لعدد كبير من المواطنين، أن النظام التركي يا جماعة بيمثل قمعا إعلاميا على وسائل الإعلام المحلية حتى في داخل الدولة التركية. يعني آخر تقرير صدر عن منظمة مراسلون بلا حدود على سبيل المثال، الدولة التركية كانت بتحتل المرتبة رقم 154 من أصل 180 دولة في قمع الحريات الإعلامية. هي بتشوه الأخبار وتجذب على الداخل التركي والخارج المستهدف خاصة الشباب في الدولة المصرية. تمام. أنا بشكرك طبعا على هذا التوضيح، للأسف الوقت ضيق لكن يعني وصلت الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فتحي شمس الدين، شكرا لحضرتك. ننتقل إلى فضائح قنوات الجزيرة وإعلام جماعة الإخوان الإرهابية، وبشهادة واحد منهم بعد ما انشق عنهم وهو عماد أبو هاشم القاضي المنشق عن الجماعة الإرهابية، واللي كشف أن تميم بن حمد بيرصد مكافآت مالية للعاملين بتلك القنوات مقابل بث الشائعات ضد مصر وغيرها من الدول دول الرباعي العربي كالسعودية والإمارات والبحرين، وأن الجماعة بتتاجر بالدين وتفعل أي شيء من أجل الحصول على تمويلات من الخارج في الوقت اللي لجانهم الإلكترونية بتختفي وبتخرس كل الألسنة عندما يتم فتح الجماعة الإرهابية. كمان جرائم قنوات الجماعة الإرهابية الممولة من الأمير القطري تميم بن حمد لا تقتصر فقط على بث الأكاذيب والشائعات، بل أيضا تضلل المشاهدين وتمنح ضيوفها ألقابا لإيهام أو إيهامهم يعني من المتلقين منهم بأن الذين يتحدثون في القنوات هم متخصصين في مجالهم وهم لا يتعدون الحقيقة سوى أعضاء في التنظيم الإرهابي، وبتتلقى القنوات والمواقع توجيهات من أمير الدوحة بشكل شخصي لتشويه مصر. إحنا معانا على التليفون أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. وشايف ازاي ما كشف عنه القاضي المنشق عن جماعه الاخوان الارهابيه عن منح تميم بن حمد لمكافئات ماليه للعاملين بتلك القنوات مقابل بث الشائعات ضد مصر وغيرها من دول الرباعي العربي؟ هو بس اسمحي لي للامانه لم يعني طبعا مع احترامي لسياده القاضي، لكن احنا ما كناش في انتظار يعني مع احترامي كمان لشهادته، لكن ما كناش في انتظار عشان نعرف يعني جماعة الإخوان ولا قطر على حقيقتهم. احنا عندنا تاريخ طويل موضوع في وثائق يعني منشورة من سنين من قبل حتى ما الناس أغلبية المصريين تكتشف جماعة الإخوان بعد 2011. يعني كتب آيان جونسون كتابه الشهير مسجد في ميونخ ومدعوم بالوثائق عن قصة ارتباط جماعة الإخوان بالمخابرات الغربية. كتب تيري ميسان الصحفي الفرنسي الشهير أمام أعيننا، ده كتاب صدر حديثا نتمنى كل المصريين يشوفوه
عن ازاي الاخوان جماعه بيسميها كده في الكتاب، وجايب وثائق وادله، مخزون استراتيجي للاستعمار الغربي بشكله الجديد لتخريب المنطقه والعالم كله. موجودين في اوروبا وبيخربوا اوروبا وبيعملوا تناقض هناك عشان يقدروا يقنعوا الاوروبيين بتهجير كل المسلمين والعرب من اوروبا، عاملين تناقض جوه المجتمع الاوروبي عشان ينفجر في لحظه من اللحظات. طبعا قطر قصه طبعا بقت معروفه من بعد يعني 95 وجاي، لما بقت كنز استراتيجي، فائض مالي رهيب بيتم توظيفه من غير ما العدو اللي بيستفيد من القصه كلها اللي هو واقف ورا الموضوع اللي عمل من قطر دوله وظيفيه بتادي دور تخريبي لانجاز مهامه هو وتفتيت المنطقه زي ما الخطه موضوعه من 82 كاتب يودي يعنون في مركز القدس للدراسات الاستراتيجيه، وبعده بقى عرفنا كل المخطط ونشرت التايمز الامريكيه المخطط كله في 2029 سبتمبر تحديدا 2013، وجانا مصر 1 اكتوبر بعد يومين من نشره جاي مترجم بالعربيه 5 يساوي 14، الخمسه اللي هم ايه؟ 5 دول عربيه، ازاي يبقوا 14 دوله؟ بالخرائط يعني، مش بنجيب كلام من عندنا. الاثنين طبعا ما فيش يعني توظيف اكتر من كده، قوه خفيه بتوظف قطر، هي وكيل مش اصيل، قطر بتوظف الاخوان، تركيا بتوظف الاخوان، واعتقادي انه اللي انجزوه في سوريا واللي انجزوه في ليبيا واللي كادوا طبعا لولا الجيش العظيم هنا كادوا ينجزوه في مصر واللي كادوا ينجزوه في تونس يعني كفيل ويشهد بانه اعضاء الامه العربيه ما قدروش يعملوا عشر اللي عملته جماعه الاخوان في دولنا، وقدروا حتى بالضغط بالقوانين وبتهميش الاقليم الجنوبي يفصلوا السودان الجنوب السودان عن السودان، وادوا مهمه لما ما حدش يقدر يعملها اكثر من الاخوان. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، شكرا لحضرتك. وخلونا بقى نشوف اسرار مخطط الاخوان لتجنيد كمان اطفال مصر من خلال خطه تسمى وحده الشرائح لاستهداف المدارس والانديه ومراكز الشباب. الفيديو جراف ده هيوضح لنا اكتر اللي انا بتكلم عنه، خلينا نشوف. نروح دلوقتي لمجلس النواب اللي أعلن فيه تقرير له عن حصاد دور الانعقاد الخامس، وتضمن التقرير الموافقة على 233 مشروع قانون مقدم من الحكومة وعشر الأعضاء. خلونا نستعرض مع حضراتكم أبرز ما تضمنه دور الانعقاد الخامس من خلال هذا الانفوجراف.
معانا على التليفون الاستاذ بهاء مباشر، نائب رئيس تحرير الاهرام ورئيس شعبه المحررين البرلمانيين. استاذ بهاء اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذه ريهام، مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء النور، وقول لي ايه اللي توقفت امامه في حصاد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب؟ لا ده العديد من المحطات بصراحه، كان أهمها. مجلس النواب في دوره التشريع الخامس. خليني بس في البدايه استاذه ريهام لو تسمحي لي يعني نلقي اضواء سريعه كده ان الدور ده كان دور استثنائي كافه اموره. ففي البدايه احنا عايزين نشير ان مثلا المجلس ده الدور الحالي ده انطلق في شهر اكتوبر، انتهى امبارح اخر شهر اغسطس، احنا بنتكلم على 11 شهر تقريبا من العمل البرلماني، وعمل شهر نتكلم على حوالي 63 جلسه بمجموع عمل ساعات قرب 300 ساعه و 270 300 ساعه تقريبا كده، يعني حجم كبير من التشريعات اللي صدرت. استاذ ريهام بس انا فعلا يعني هقول لحضرتك على النقطه توقفت كثيرا امامها فيما صدر عن مجلس التشريعات. هبدا مع حضرتك بما انتهى اليه المجلس. اخر تشريع او مشروع قانون اقره المجلس في جلسته اللي انتهت امبارح، وبالمناسبه كانت جلسه يعني نقدر نقول عليها برضه استثنائيه، هي كمان هي جلسه امتدت على مدار يومين، بدا الساعه 12 الظهر وخلصنا حوالي الساعه 1:30 صباح اليوم الثالث، فدي جلسه امتدت يومين. كان مشروع قانون بتاع جائزه المبدع الصغير. نقدر نقول ده المشروع قانون رقم 233 اللي صدر عن مجلس النواب في نهايه دور الانعقاد الخامس. انا بشكل شخصي يعني شايف ان المجلس يحرص ان يكون اخر مشروع قانون يقره هذا المشروع، دي رساله. استاذ ريهام خلينا الاول نقول ايه يعني الهدف او مضمون هذا القانون. هو طبعا القانون دوت بيهدف او بنص ان هو بيخصص جايزه للمبدعين الصغار فيما يقدمونه من افكار تتعلق بالفنون والثقافه. جايزه تتراوح مثلا 400,000 جنيه موزعه في لجنه بتقسمها، بس هي ايه الرساله ان يكون اخر كويس ايه الرساله؟ لاني عايزه اروح بعد كده بعد اذنك سريعا لاهم التشريعات الاقتصاديه كمان اللي تم سنها خلال الدور الخامس. أكيد. يا استاذ بهاء اتفضل. يعني ايه الرساله اللي في اخر مشروع قانون بدوت؟ اكيد رعايه تشجيع النشأ والاهتمام بثقافه هذا النشأ. تمام، احنا بنخلق جيل جديد، فاحنا لا احنا حريصين عليه، حريصين على ابداعه، حريصين على تنميه مواهبه وافكاره. تمام، طيب ايه بقى اهم التشريعات الاقتصاديه اللي تم سنها خلال دور الانعقاد الخامس؟ هو حضرتك هي مجموعه كبيره، احنا بنتكلم يعني لما بنقول اهمها سريعا يا استاذ بهاء بعد اذنك. انا مع حضرتك يا فندم، احنا بنتكلم في 233 مشروع قانون، منهم 115 مشروع اقتصادي او مالي، ابرزهم هنقول الضريبه الموحد، مشروع قانون الضريبه الموحد اللي شهد مناقشات مطوله خلال الجلسه الاخيره، وطبعا تعديلات قانون الجمارك، والتعديل اللي تم تقديمه من النواب على قانون السجل التجاري. انا شايف دي مجموعه تشريعات اقتصاديه بالغه الاهميه. وهنقول في البدايه كان في مشروع قانون حمايه البيانات الشخصيه، دي مجموعه تشريعات انا شايفها كلها بتكمل بعضها. يعني حمايه البيانات الشخصيه دوت بيشجع الاستثمار وبيحفزه، الضريبه الموحد يعني ضمن كافه التشريعات المتعلقه بالضريبه وضمها في تشريع واحد علشان يضم كل يعني اوجه القوانين المتعلقه بالضريبه في قانون واحد ينظم العمليه دي، وفي نفس الوقت يقدم تسهيلات ويزود الحصيله الضريبيه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ بهاء مباشر على هذا التوضيح، شكرا ليك. هنروح لرئيس الوزراء. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءه الطرق المحليه داخل المحافظات، واكد ان الحكومه بتضع هذا المشروع على اجنده اولويات عملها خلال المرحله الحاليه من اجل رصف ورفع كفاءه الطرق المحليه ذات الاولويه في اطار خطه الدوله لتحسين الخدمات المقدمه لمواطني المحافظات المختلفه. معنا على التليفون دكتور محمد الصادق عوف، استاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة حلوان. دكتور مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ ريهام، ومساء الخير على جميع السادة المشاهدين. أهلا بيك. وشايف إزاي يعني المتابعة المستمرة من قبل رئيس الوزراء للمشروع القومي لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وأهمية ده؟ والله في البداية منذ تولي سيادة الرئيس أقتحم السيسي مسؤولية الدولة
وهو وجه ببداية المشروع القومي للطرق السريعة اللي هو قرب على الانتهاء دلوقتي لتنفيذ ما يقرب من 7000 كيلومتر طرق جديدة حديثة سريعة واستخدم فيها أعلى تكنولوجيا. بدأت الدولة دلوقتي تولي الاهتمام للطرق الداخلية اللي بين المحافظات أو اللي بتربط المحافظات في القرى، لأن حالتها الحقيقة ضعيفة جدا نتيجة إن ما تمش عليها صيانة جسيمة في الفترات اللي فاتت. الشيء المهم اللي أحب أذكره إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في التوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الأسفلت في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات. يعني كل الموضوع إن احنا بنعمل كشط للأسفلت القديم الموجود ونعيد تدويره مرة تانية ونضيف له بعض المواد لرفع كفاءته ونرجع تاني نرصفه ونشتغل بيه، وده بيحقق عائد اقتصادي كبير وبيعمل يعني بيساعد على عدم إهدار المواد والخامات، زائد انه طبعا بيحد من التلوث البيئي وبيعمل سرعة كبيرة في إنجاز الأعمال. ممتاز. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق عوف، شكرا لحضرتك. نروح للجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء اللي تفاعلت بشكل فوري مع مناشدة أسرة الطفل إسلام كرم اللي بيبلغ من العمر شهرين ويعاني من وجود مياه على المخ ويحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل. للتفاصيل احنا معانا على التليفون الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة. أهلا بك دكتور حسام. اهلا بحضرتك استاذ ريهام. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا جهد مشكور للجنه في التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، لكن يا ريت تكلمنا عن حاله الطفل اسلام وايه اللي تم فيها لحد دلوقتي. ربنا يخليك. طبعا هو دي في زي ما انا كنت قلت لحضراتكم قبل كده ووضحت ان في توجيهات دايما لدوله رئيس الوزراء بالمتابعه الفوريه لكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقى فيها استغاثات طبيه، وده دور اللجنه اللي احنا بنقوم بيه. فاللجنه وحده الرصد في اللجنه رصدت حاله الطفل اسلام كرم ده عمر شهرين، كان في مناشده على وسائل التواصل الاجتماعي بعلاجه لان هو كان عنده ميه على المخ ومحتاج يعمل عمليه بصوره عاجله. كان كمان الطفل ده كان توجه لاسرته، توجهت لوزاره التضامن الاجتماعي، وكانت معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباس كمان كانت يعني صرفت له معونه ماليه لوالدته، وكان في تواصل كمان بين وحده التدخل السريع من وزاره التضامن الاجتماعي ووحده رصد الاستغاثات عندنا في مجلس الوزراء بخصوص حاله الطفل دوت. واحنا لما عرفنا الحاله الطفل تواصلنا مع اهله، جبنا ارقام التليفونات وتواصلنا مع اهله وعرفنا الحاله الطبيه بتاعته، وتم عرض الحاله على طول على اللجنه الطبيه العليا في مجلس الوزراء اللي اوصت بتحويله على طول الى مستشفى جامعه عين شمس اللي هي الدمرداش. وعلى الفور تم التواصل عن طريق وحده التدخل السريع في لجنه الاستغاثات مع الاستاذ الدكتور طارق يوسف، ده مدير مستشفى الجراحه في جامعه عين شمس، واللي على الفور عمل دخول للحاله وفي تحرك سريع جدا تم حجز الطفل. وتم التواصل مع الاستاذ الدكتور حازم عنتر، ده استاذ جراحه المخ والاعصاب، وتم حجز الطفل وعمل جميع الفحوصات والاشعاعات اللازمه، وتم تحضير الطفل للعمليه، وبالفعل دخل العمليات تاني يوم وخضع للعملية الجراحية والحمد لله تمت بنجاح، وهو حاليا موجود في المستشفى في الملاحظة بعد العملية، والحمد لله حالته مستقرة جدا وإن شاء الله احنا متابعين معاه لحد ما إن شاء الله يخرج بالسلامة والأمور تبقى بإذن الله. وإحنا برضو نتابع محيطك ونطمئن على حالته. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، شكرا لحضرتك. هنروح لفاصل وبعد الفاصل موجتنا الأولى عن زيارة الرئيس السيسي اليوم للأردن، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتكلم عن القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية واللي عقدت اليوم بالأردن بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي. للمزيد من الحوار حول القمة وأهدافها احنا معنا عبر الأقمار الصناعية السفير محمد الشاذلي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. عايزينك في البداية تكلمنا بعد إذنك عن أهمية القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق واللي عقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمان. مصر والأردن والعراق ثلاث دول محورية
في المنظومة العربية، دول كان لها دور كبير في جميع القضايا العربية، ودول ثابتة ومستقرة الحمد لله الآن، ولها يعني ثقل في المنظومة العربية والمنظومة الإقليمية، وشيء يعني مشجع أن تلتقي هذه القوى في مرحلة بتمثل تحدي كبير للإقليم وللعالم العربي. عندما تلتقي مصر والأردن والعراق فهذه رسالة إلى القوى الإقليمية والقوى الدولية إن العرب ما زال لهم ظهر قوي وما زال لهم قوة وتأثير في المنطقة. بالنسبة لتوقيت عقد هذه القمة سيد سفير، خصوصا مع تصاعد الأحداث والأوضاع في المنطقة، شايف أهمية التوقيت إزاي؟ التوقيت طبعا مهم جدا، لأن التحديات بتتزايد، لدينا تحديات في ليبيا، لدينا تحديات في لبنان، لدينا تحديات في سوريا، لدينا تحديات في اليمن، وده أيضا أعتقد البعد الجغرافي بيظهر هنا. يعني الأردن ومصر دول محورية على حوض البحر الأحمر، العراق دولة مواجهة مع إيران وأطماعها، ففي ظل التصاعد المخاطر في المنطقة وتصاعد الأحداث، بنجد أن المعنى الجغرافي والجيوبوليتيكي لاجتماع هذه الدول الثلاث له أهمية خاصة ورسالة واضحة للعالم. إلى أي مدى ممكن نقول أن القمة دي سيد سفير بتعبر عن متانة العلاقات بين الدول الثلاث، خصوصا مع تكرارها أو تكرار هذه أو هذا النوع والشكل من الاجتماعات؟ يعني شوفي، دي أعتقد ثالث قمة بين البلاد الثلاثة في خلال أقل من سنتين، فده في حد ذاته دلالة لأهمية العلاقة والأهمية اللي بيوليها القادة لهذه المنظومة. أيضا يجب ألا ننسى بعد تاريخي خاص، مصر والعراق والأردن سبق لهم في نهاية الثمانينات، أعتقد في سنة 1989، إن هم شكلوا مجلس التعاون العربي اللي كان بيضم الدول الثلاثة إضافة إلى اليمن، وكانت الفكرة في هذا الوقت، والفكرة ما زالت مطروحة حاليا، هي التكامل الاقتصادي والتعاون. احنا النهاردة أظن تم الاتفاق على مجلس لوزراء الصناعة والتجارة بين الدول الثلاثة يجتمعوا، وده بيوريلك البعد الاقتصادي في العلاقات. البعد الاقتصادي هام جدا، التجارة بين مصر والعراق بتبلغ حوالي مليار دولار سنويا، والعراق التبادل التجاري بين مصر والأردن حوالي 850 مليون دولار. يعني البعد الاقتصادي بعد مهم جدا. مصر كان تقليديا لها جالية كبيرة جدا في العراق، يعني أنا كان من حظي أن أنا تشرفت بأني أخدم في سفارتنا في العراق. في هذا الوقت كان في حوالي 2.5 مليون مصري موجودين في العراق، وخدمت أيضا في الأردن، وكان عندنا برضو جالية كبيرة جدا في الأردن، شركات مصرية كثيرة عاملة في الأردن، عندنا مشروع للوصل الكهربائي بين مصر والأردن. كل دي يعني أبعاد اقتصادية لها أهمية خاصة في هذه العلاقات.
طب بالنسبة لتقارب يعني مصر والأردن والعراق، ده أثره إيه على استقرار المنطقة كمان سعادة السفير؟ يعني زي ما قلت لحضرتك إن مصر والأردن والعراق دول محورية في المنظومة العربية، فتقارب هذه الدول في مرحلة يعني يصعب جدا الاتفاق بين الدول العربية، وخصوصا ان احنا بنتكلم على منطقة مشتعلة اشتعال شديد جدا. يعني شوفي مثلا نتعشم والعراق متاخمة لسوريا، نتعشم ان احنا نستطيع ان يعني نعيد التوازنات والاستقرار الى سوريا، واذا اعدنا الاستقرار الى سوريا ده هينعكس بدوره على الاستقرار في لبنان. برضو من المناطق المشتعلة اليمن، وكما ذكرت ان مصر والاردن من الدول حوض البحر الاحمر، فكل دي امور بتجعل من التقارب المصري العراقي الاردني حجر زاوية لاستقرار المنطقة، ونتعشم أن يتدعم هذا بالتفاف عدد آخر من الدول العربية حول هذا المحور، بحيث يسود الاستقرار في العالم العربي بأسره. طيب القمة سيد سفير أوصت بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين أطرافها بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين هذه الدول. إيه المقصود بتكامل استراتيجي بين الدول الثلاثة؟ صعوباته إيه؟ إزاي ممكن يتحقق فعلا على أرض الواقع؟ يعني شوفي صعوباته إن هناك أطراف لا ترغب في هذا التقارب. يعني إذا نظرت إلى ما يحدث في ليبيا، هي محاولة في تقديري لإلهاء مصر عن دورها في المشرق العربي. إذا نظرت إلى التهديدات الإيرانية والانتهاكات للعراق، فهذا أيضا من الأمور اللي بتحاول أن تؤثر على التعاون مع العراق. التهديد التركي في سوريا وفي العراق أيضا بعد مهم جدا بنتحسب له، وبنعد منظومة استراتيجية لمواجهة كل هذه التحديات وكل هذه التهديدات التي تحاول أن تحول بين التلاحم بين هذه القوى الأساسية في المنظومة العربية. طيب قادة الدول الثلاث أكدوا على يعني دعمهم للشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه يا سيادة سفير المشروعة ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. شايف هذا الإعلان إزاي والدور اللي ممكن يكون موجود يعني في الفترة القادمة تجاه هذه القضية؟ يعني شوفي هو للأسف يعني هناك اتجاهات ظهرت مؤخرا للانصراف عن القضية الفلسطينية وإلى البعد عن الطريق الشرعي المقنن دوليا لحل المشكلة الفلسطينية. القضية الفلسطينية إذا احنا تحدثنا عن قضية، فحل القضية بيكون القانون. ما هو القانون الذي يحكم هذه القضية؟ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، قرارات مجلس الأمن الملزمة التي لدينا العشرات منها التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي مستقبله، لدينا المبادرة العربية للسلام اللي سبق أن طرحتها المملكة العربية السعودية، الأرض مقابل السلام. يعني احنا عندما يتحدث احد عن التطبيع مع اسرائيل، انا بارى ان هذا تشذيذ للعلاقة مع اسرائيل. لا يمكن ان يكون هناك علاقة طبيعية مع دولة تحتل اراضيها العربية، ومع دولة تنتهك القانون الدولي، ومع دولة تنتهك قرارات مجلس الامن.
نحن نريد أن نضع أو نرسي قاعدة قانونية شرعية لحل هذه القضية التي عانينا وعانت شعوب المنطقة لفترة طويلة جدا منها، ولن تحل إلا على أساس الشرعية. وأعتقد أن هناك قناعة بين الزعماء الثلاثة حول هذا الموضوع وحول ضرورة أن تسود الشرعية الدولية والقانون الدولي. ممتاز. طب التنسيق شايفه ازاي بين يعني مواقف الدول في القضايا اللي بتهم المنطقة، خصوصا ما يحدث في سوريا، في اليمن، في ليبيا اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل سيادة السفير؟ يعني شوفي، هو المشكلة اللي بتواجهنا ان احنا لابد للعرب ان يأخذوا زمام المبادرة لحل قضاياهم جميعا بأيديهم. يعني احنا للأسف بنرى ان في كل البقع المشتعلة في العالم العربي بتلاقي قوة خارجية بتعمل. يعني في ليبيا هناك تركيا بتعمل، وهناك مرتزقة من أقاصي الأرض بيعملوا. في سوريا بنجد القوى الكبرى بتعمل، بنجد إسرائيل بتعمل، بنجد إيران بتعمل. إذا تحدثنا على العراق برضو في مرحلة ما أعتقد أنها العراق تجاوزته والحمد لله، بنجد برضو كانت قوى كثيرة بتعمل. كلما زادت القوى الخارجية التي تتحرك على أرضنا كلما زادت تعقيد المشكلة وكلما بعدنا عن الحل. إذا أخذ العرب زمام الأمور في أيديهم ووقفوا صفا واحدا أمام هذه القوى الكثيرة التي تطمع في الأرض العربية وتطمع في الثروات العربية، أعتقد أن حلنا سينصلح وسيكون أفضل كثيرا في المستقبل. طيب خلينا بقى نروح للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك عبد الله الثاني الحقيقة، وأهم ما بتتوقف أمامه خلال هذا اللقاء الثنائي. يعني برضو يعني شوفي، مصر والأردن لهم خصوصية في المنطقة. أولا مصر والأردن هما الدولتين اللي عملوا اتفاقيات سلام مع إسرائيل تجعلنا نستطيع أن نتكلم بعلنية وبشفافية مع إسرائيل. ومصر والأردن أيضا من البلاد اللي حملوا عبء كبير جدا من أعباء القضية الفلسطينية. الأردن استقبلت يعني يمكن ملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مصر أيضا استقبلت العشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. ما بذلته الأردن وما بذلته مصر في من أجل القضية الفلسطينية لا ينازعها أو لا ينازعهم فيه أحد، وبالتالي أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يزايد على مصر ولا أحد يستطيع أن يزايد على الأردن. وأعتقد أن برضو الزعامتين مدركين لهذا وبينسقوا مع بعضهم حتى يكون التصرفات متناغمة وحتى نستطيع أن نصل بالسفينة إلى بر الأمان إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيد سفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للعلاقات الشؤون الخارجية، عفوا، شكرا جزيلا لحضرتك. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا التانية عن سيناريوهات انتخابات الرئاسة الأمريكية. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. المواجهة دي هنتكلم فيها عن سباق الانتخابات الأمريكية 2020 بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري واللي بيستمر حتى يوم الخميس المقبل. يا ترى أهم التطورات إيه في هذا الملف بالولايات المتحدة الأمريكية، وإزاي هيكون سباق الانتخابات هناك له انعكاسات مختلفة على قضايا المنطقة؟ اسمحوا لي أرحب بضيفتي عبر سكايب من واشنطن، الكاتبة الصحفية الأستاذة هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بيكي أستاذة هبة. أهلا بيكي أستاذة ريهام. أهلا وسهلا. ويعني لو تسمح لنا نشوف مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذا الإنفوجراف اللي بيتحدث عن المعركة الانتخابية، ونرجع نبدأ حوارنا.
رجعنا مرة تانية لحضراتكم، ومرة تانية أهلا بحضرتك أستاذة هبة القدسي. وخلينا نبدأ من تطورات الأوضاع بعد انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بالأمس. إيه أهم النقاط أو المشاهدات اللي توقفتي أمامها؟ هو بالفعل بدأ بالأمس تحت شعار لكل ليلة شعار محدد. بالأمس كان الشعار أرض الوعد، النهاردة الشعار أرض الفرص، غدا أرض الأبطال، ويوم الخميس هيكون أرض العظمة. بالأمس تحدثت نيكي هيلي، وتحدث أيضا عضو الكونغرس الجمهوري الوحيد من أصول سوداء تيم سكوت، والشكل العام أو الملمح العام لهذا المؤتمر الحزبي هو بالفعل تأييد الرئيس ترامب وإظهاره بمظهر الرجل الذي حقق إنجازات كبيرة على مجال على صعيد القضايا الداخلية وأيضا على صعيد القضايا السياسة الخارجية، وهو التحذير أيضا من ما يمكن أن يجلبه المرشح الديمقراطي جو بايدن وكل التيارات اليسار الراديكالية من مصائب للولايات المتحدة ومن انفلات في بعض القضايا الداخلية والخارجية وزيادة الضرائب، وأيضا التحذير من تحويل الولايات المتحدة إلى دولة اشتراكية، وهو ما يروج الحزب الديمقراطي عفوا الحزب الجمهوري للتحذير للناخبين الأمريكيين من ما يجلبه جو بايدن من اشتراكية للدولة الرأسمالية المعروفة داخل الولايات المتحدة. طب شايفة ازاي وصف تشارلي كيرك وهو يرأس منظمة طلابية موالية لترامب، وصفه لترامب بأنه الحارس الخاص للحضارة الغربية؟ ده حصل طبعا يعني في اليوم الأول والثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري، شايفة ازاي هذا الوصف؟ هو بالفعل هناك عدة تيارات داخل أوساط الناخبين الأمريكيين، هناك من يؤيد الرئيس ترامب وكما ذكرتي تشارلي كيرك بنسبة 100% مهما كان موقف الرئيس ترامب ومهما كانت سياساته ومهما كانت تصريحاته، وبالتالي لدى الرئيس ترامب كتلة انتخابية ستصوت له في الانتخابات بنسبة 100%. الجانب الآخر هو كتلة أخرى من الناخبين الديمقراطيين المؤيدين للمرشح جو بايدن، وهي كتلة متماسكة أيضا نسبة كبيرة منها من الأمريكان السود، لكن هناك في الوسط يعني عدد لا يستهان به من الناخبين الأمريكيين المعتدلين أو الذين لم يحسموا أمرهم بعد فيما يعني أي اتجاه سيتخذونه في القرار سواء بالتصويت لصالح ترامب أو التصويت لصالح جو بايدن. وهنا يعني يركز الخبراء الاستراتيجيين في الولايات المتحدة على هذه النسبة التي لم تحسم أمرها فيها الانتخابات. على سبيل المثال في انتخابات 2016 كان هناك عدد المسجلين حوالي 211 مليون أمريكي مسجل في الانتخابات، قام بالتصويت بالفعل حوالي 138 مليون أمريكي، والنسبة التي يحسبها الخبراء في هذه الكتلة غير التي لم تحسم أمرها بعد هي تقدر بحوالي 10%، وهذا ما يعني أن أمامنا 14 مليون أمريكي لم يحسموا أمرهم بعد في التصويت في الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر. هناك عدة أشياء ستحكم هذه الانتخابات التي تعد وفق لتصريحات من الجانبين الديمقراطي والجمهوري أنها أهم انتخابات أمريكية. أمور مثل هذه الجائحة التي تجتاح الولايات المتحدة وبلغ عدد المصابين أكثر من يعني 5 مليون مصاب، إضافة إلى أكثر من 177 ألف قتيل، وبالتالي لدينا 177 ألف أسرة تعاني من فقدان أحد أفرادها، وبالتالي هناك غضب، وهناك أيضا تراجع في المستوى الاقتصادي، ارتفاع في نسب البطالة، فقدان الوظائف، إفلاس في الشركات. لكن هناك تشكيك في أمرين،
الأمر الأول أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الرئيس بايدن، إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس ترامب. وهناك تشكيك في هذه الاستطلاعات، لأن كانت الاستطلاعات في 2016 تشير إلى تقدم هيلاري كلينتون مقابل دونالد ترامب، فهناك تشكيك كبير في هذا الأمر. أيضا أمامنا أكثر من شهرين، ممكن إذا حقق الرئيس ترامب وعده بالوصول إلى لقاح لفيروس كورونا وإلى تصحيح مسار تصاعدي جيد لسوق البورصة وسوق الأوراق المالية، وأيضا استعادة بعض المكاسب الاقتصادية وتحقيق بعض المكاسب في استعادة الوظائف مرة أخرى، يمكن أن يسهم ذلك كله في دعم حظوظ الرئيس ترامب في الفوز بولاية ثانية. ممتاز. طب أنا برضو عايزة أتوقف أمام برضو مشهد يعني غير مسبوق الحقيقة في السياسة الحديثة، وهو أنه يتم استخدام البيت الأبيض كموقع لحدث سياسي صريح. يعني عادة الرؤساء السابقين كانوا بيحتفظوا ببعض الحدود ما بين منصب الرئاسة ومحاولات إعادة انتخابهم، تعليقك على ده إيه؟ ده صحيح. في هذا المؤتمر الحزب الجمهوري هناك خروج كبير على التقليد. مساء اليوم سنشهد حديث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، رغم أنه في رحلة خارجية ووصل بالفعل إلى البحرين، لكنه سيشارك به عبر دائرة تلفزيونية في هذا المؤتمر. ومن غير المعتاد أن يقوم وزير خارجية في منصبه في الدخول في معركة انتخابية، هذا يعني يعد خروج على التقاليد والأعراف الراسخة في هذه المؤتمرات الحزبية. أيضا حديث الرئيس ترامب من داخل البيت الأبيض، بالأمس استقبل بعض المفرج عنهم الذين كانوا معتقلين، ومن بينهم أحد المعتقلين في تركيا القس جونسون، وأيضا كان من داخل البيت الأبيض. فكان يعني هذا الخروج على التقاليد وفصل ما بين المنصب السياسي الحالي وبين خوض المعركة الانتخابية هي خروج بالفعل عن التقاليد. لكن إذا نظرنا إلى الرئيس ترامب وما قام به خلال يعني الثلاث سنوات ونصف، خرج الرئيس ترامب في كثير من المواقف على التقاليد، وربما أيضا على الأسس الراسخة في هوية الحزب الجمهوري، عندما قال أن من حقه إرسال جنود إلى الولايات تجاوزا لسلطة حكام الولايات، حينما قال أو بالفعل أصدر قرار تنفيذي بمساعدات اقتصادية للأمريكيين تجاوزا للكونغرس الأمريكي. فهناك يعني تجاوزات كثيرة يعني قام بها الرئيس ترامب متجاوزا هذه التقاليد والأعراف الراسخة داخل الحزب أو داخل المكون الأمريكي كله. طيب خليكي معانا أستاذة هبة بعد إذنك، لأنه هنروح عبر الهاتف مع الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. الحين عايزه اروح لسباق الانتخابات الامريكيه وانعكاساتها على قضايا المنطقه. ستظل طبعا قضايا الشرق الاوسط دائما عامل محوري في السباق بين مرشحي الرئاسه الامريكيه. شايف الوضع ايه بالنسبه لهذه الانتخابات هذه المره والوضع في منطقه الشرق الاوسط؟ هي انتخابات ستكون عنيفه في مواجهه الديمقراطيين والجمهوريين. بايدن باختياره النائبه كمالا هاريس طبعا مشهور لها بقدرتها في تجريح الحزب الجمهوري، وتحديدا في يعني مخاطبة ترامب بألفاظ تقترب من نفس اللغة التي يستخدمها ترامب في مواجهة المجتمع الأمريكي. الأدفانتج أو الميزة لكمالا هاريس إنها طبعا تنتمي إلى طبقة الأفريكان أمريكان، ودي نقطة بيحاول يلعب لها بايدن في تجميع أصوات الأفريكان أمريكان أو الأفارقة الأمريكيين في دعم السباق. بالنسبة نجاح ترامب هل ما زال قائم؟ قدرة بايدن على أنه هو يغلب ترامب ما زال برضو نقول نعم. الأمور في استطلاعات الرأي مدية بايدن
يعني بنسبة 9% 4% في ولايات متعددة، والولايات المتأرجحة ما زالت برضو لها كلام هيكون مهم قبل تاريخ الانتخابات. النقطة الأساسية الاقتصاد 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 ثم الأمن، ولكن إذا ما كان الأمن هناك تأديب لأمن الولايات المتحدة الأمريكية فإن الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية. تأكيد ترامب على أن الفيروس الصيني هو بحاول أن يستخدم الكوفيد 19 أو كورونا باعتبار أنه اتهام مباشر للصين، هذا يعكس رغبة بايدن في أنه يحتوي الصين يحتوي إيران، ينظر إلى القضايا التي دمرها ترامب من وجهة نظر الديمقراطيين في علاقة ترانس أتلانتيك ريليشنشيب اللي هي العلاقات ما بين الشمال حلف الأطلنطي والدول الأوروبية. في قضايا كتير ترامب حاول أن يغيرها في أمور ومال في علاقات قوية مع باطن في روسيا، وحاول أن يفتح إجراءات مع كوريا الشمالية. هذه أمور فيها صراع كبير. بما يتعلق بالشرق الأوسط ممكن أقول لحضرتك إضافة تفصيلية عن موقف الشرق الأوسط. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر، وبالتأكيد يكون لنا فرص أخرى نتحدث أكتر بشكل مفصل في هذا الشأن. شكرا جزيلا لحضرتك، وهرجع للأستاذة هبة القدسي. وفقا للمتخصصين يا أستاذة هبة، في الشأن الأمريكي لا تعتبر السياسة الخارجية عامل حاسم في الانتخابات، رأيك إيه في هذا الكلام؟ هو بالفعل كما ذكر ضيفك الاقتصاد هو العامل الحاسم في دفع الناخب الأمريكي إلى اختيار مرشح دون آخر، الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد. الورقة التي عادة ما لعب بها الرئيس ترامب هو قدراته الاقتصادية على تحقيق ارتفاع في معدلات النمو، على تحقيق صفقات اقتصادية، وربما كان هذا أيضا العامل الأساسي الذي دفع به إلى سدة الحكم في انتخابات 2016. الآن يعاني الاقتصاد الأمريكي من تراجع، لكن نظريات بعض الخبراء أن بإمكان الرئيس ترامب تجاوز هذه الأزمة والتركيز في استراتيجيته الهجومية على الهجوم على منافسي جو بايدن، على تخويف من الكوارث التي قد تنجم من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، من تأثيره على البورصة العالمية، من تأثيره على بعض العلاقات مع روسيا ومع الصين. ملف السياسة الخارجية هو ملف يتأخر قليلا في اهتمامات الناخب الأمريكي، لكن هناك بعض المخاوف التي يعني أثارها بعض الخبراء في مجال السياسة الخارجية وبصفة خاصة في مجال ملف الشرق الأوسط، ما يتعلق بميل جو بايدن إلى بعض السياسات التي نفذها الرئيس السابق باراك أوباما فيما يتعلق بملف الاتفاق النووي مع إيران، وماذا إذا كان جو بايدن إذا فاز في الانتخابات سيعيد الاتفاق مرة أخرى، سيعيد الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة في دفع سباق التسلح النووي لدى دول عديدة بالمنطقة. أيضا فيما يتعلق بمصر هناك مخاوف من مجيء جو بايدن ومن يعني ميله أو تعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين. إذا جاء الرئيس ترامب بولاية ثانية سيكون على دول المنطقة وبصفة خاصة الإمارات والسعودية ومصر أن تدفع بملف إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية، لأن كان هناك بالفعل تفكير لدى إدارة ترامب خلال الفترة الماضية في هذا الإدراج. بالتأكيد. وربما إذا فاز مرة أخرى سيكون موضع لكثير من الضغوط. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية الأستاذة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا ليكي وشكرا لحضراتكم. أشوفكم إن شاء الله في مواجهة جديدة بكرة إن شاء الله، معاكم زميلتي لما جبريل، وأنا أشوفكم يوم السبت القادم. إلى اللقاء.